بعد كده هتاخد الدائرة اللي ايه المفتوحة اللي هي الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم حسن. طبعا ان شاء الله فيديو النهاردة هنعلمك ازاي ترسم سقف مودة كاملة، وان احنا الاول هنعمل طبعا جنبين بس اللي هما مودة والوردة اللي في النص على نفس الرسم الاطفال اللي احنا شغالين عليها، لكن بعد كده طبعا عندنا كورنيشة داير ما يدور كانت متمشية الاول جبس بلدي، فاحنا حبينا نغطي طبعا الكورنيشة بدل ما نكسر ويبقى في تعديلات وكده، فاحنا خلينا كله السقف مودة بعدين. طبعا في الفيديو ده احنا بدأنا طبعا التصميم من بعد اذان العصر في كانت الاضاءة ومعرفناش نصور وكنا مشغولين، فطبعا انا في الفيديو ده هنديك النقط الاساسية. طبعا احنا اسسنا الاول الشغل لكن هبدأ ارسمه تاني مع بعض وهنوضح لك كل حاجة بالتفاصيل. انت عشان خاطر تستفاد لازم تكمل الفيديو للاخر، انا بحاول ان انا اديك النقط الاساسية اللي احنا اشتغلنا عليها وعلى نفس السقف اللي احنا برضو شغالين بيه وعملنا بيه وطلع معانا نفس الشكل ده. كل الفكرة ان انت المقاسات اللي انا هشتغل عليها انت ممكن تعدل عليها على حسب المساحة الموجودة قدامك. انا برضو لو دتني غرفة مستطيلة اطول من كده مثلا او غرفة مربعة اكيد المقاسات هتختلف معايا، فكل طبعا الديكور ليه طبعا ايه تصميم معين ده بينسقه طبعا الفني وهو شغال. طبعا ده التأسيس الاول، احنا هنبدأ دلوقتي ده يعتبر السقف. ونزلنا طبعا عملنا الرسمة بتاعتنا بالكامل كلها في الاول وردينا منها الانارة المخفية، بعد كده ركبنا المرايات بتاعتنا وشلنا الزيادة ووزننا السقف وبدأنا دلوقتي في التقفيل. طبعا التقفيل كله المراحل هي كلها موحدة ما فيهاش اي اختلاف، لكن الاختلاف هيبقى في الرسم وفي المقاسات. طبعا المقاسات في الاول طبعا انت هترد منها الانارة المخفية، دلوقتي احنا هنرسم فينيش. انت ممكن بنفس الطريقة ممكن بعد كده ايه ترد منها الانارة المخفية بتاعتك في البداية وتأسس عليها. طبعا ده بدأنا نقفل السقف كأنه بيت نور عادي بس الجنبين الكبار اللي هم يبقوا عراض. طبعا اول خطوة زي ما احنا متعودين لازم نسنتر الغرفة طول وعرض عشان نبدأ نقسم السقف بتاعنا. طبعا بعد ما سنترنا الغرفة طول وعرض هنبدأ دلوقتي نحدد الديكور بتاعنا، الرسومات بتاعت المودة كلها في الاربع جناب. طبعا بعد ما سنترنا الغرفة بتاعتنا هنبدأ دلوقتي نقسم الديكور بتاعنا اللي هو المودة. طبعا الاول الرسمه اللي احنا كنا شغالين عليها كان فيها جنبين بس الكبار اللي كنا هنعملهم موده، لكن ضفنا عليهم طبعا الدنب الصغير ناحيه الشمال وناحيه اليمين برضو الدنب الصغير الناحيه الثانيه، فبقي الديكور كله هيبقى موده مع بعضيه. طبعا اول خطوه بعد السنتيره تعملها احنا دينا هنا على خط النص اللي هو ده هو اللي احنا ضربناه الاول، هنقيس 35 ناحيه اليمين ونقسم الدنب كله على 35. طبعا قبل ما اوزع ال 35 سم دي ناحيه اليمين والشمال واقسم الجنب بتاعي انا حسبت طبعا انا عايز كام موده في الجنب، وبناء عليهم بدأت أوزع المسافات بتاعتي عشان تبقى هي اللي ماشية معايا ومنسق عليها الشغل بتاعي. لازم انت تحسب الجنب بتاعك الأول وبعد كده تبدأ تنسق. طبعا بعد ما قسمنا الجنب كله على 35 سنتي من ناحية اليمين الجنب الكبير والناحية التانية اللي قصاده هنبدأ نوصل العلامات ببعضيها عشان يبقى يدينا خطوط كلها بالطول. طبعا الهدف من التقسيمة دي ان انت كل ثلاث خطوط هما هيبقوا مودة سواء مفتوحة او مقفولة، يبقى الخط في النص هو مركز الدايرة والخط اليمين وشمال هما اللي تحدد عليهم اخر المودة يمين وشمال. طبعا بعد ما قسمنا الدنبين اللي هما طوال خطوط بالعرض هنقسم طبعا الجنبين الصغيرين بالطول، بس المسافة هتختلف، احنا هناك قسنا 35 دلوقتي هنقيس 31 من خط الطول اللي انت داربه طبعا الاولاني اللي هو السنتر هتاخد 31 يمين. طبعا بالنسبة للدب الصغير احنا قللنا المسافات هنا عشان طبعا المسافة بقت صغيرة معانا وما كناش عاملين حسابها اساسا في التصميم في البداية، لكن حبينا برضو نضيفها للديكور بتاعنا لان العميل عايز كده، فخلينا زي ما احنا قلنا كل الديكور مودة. طبعا دينا هنا عملنا طبعا قللنا المسافات شوية وخلينا طبعا غيرنا البردل عشان يبقى يظهر معانا الديكور بتاعنا بتاع المودة، خليناه يبرز معانا شوية. طبعا بعد ما علمنا الناحيتين قصاد بعض برضه هنوصلهم بالعلام زي ما وصلنا العرض بتاعنا، هنوصل طول الوقت العلامات ببعضيها. طبعا التربيع دي هي اللي اشتغلنا عليها طبعا في السقف، هتلاقيها هي الخطان اللي احنا ضربناها تحت هي اللي ضربناها في البداية فوق. طبعا المسافات دي انت طبعا بتنسقها على حسب المساحة الموجودة قدامك، يعني ممكن تصغر ال 35 وممكن تكبرها على حسب شكل المودة اللي انت عايزها مفرودة عايزها مثلا بارزة واعر، يعني دي بتعدل عليه طبعا الشغل ده كله انت براحتك. طبعا الخطوة اللي بعد كده بعد ما علمنا طبعا العلامات بتاعتنا طول وعرض هنبدأ نجيب بردل مثلا 56 سم هتحط على خط الطول اللي هو خط العرض عفوا اللي انت داربه طبعا الرئيسي اللي هيبدا عليه اول دوران مفتوح بتاع الموجه، وتبدا تاخد الدوران بتاعك وتوقفه على العلام اللي هو ظهر ده اللي هو العلام ده، يبقى احنا دلوقتي خدنا دوران مفتوح ده يعتبر علام النص اللي احنا شغالين عليه.
وهتبدأ توقف على العلام اللي هو يديك أول علام على جهة اليمين والناحية التانية برضو على الشمال أول علام توقف عليه البرتل بتاعك، يبقى أنت هتاخد دوران بس من داخل التلات علامات اللي أنت علمتهم دول. بعد ما خدنا الدايرة مفتوحة بعد كده هناخد دايرة مقفولة اللي هي المودة، يعني لقيت دي دايرة معكوسة ودي دايرة مفتوحة. هتيجي هنا طبعا على العلام اللي بعديه على طول اللي انت دربته طبعا بالطول، هتحط البرجل وبنفس البرجل زي كده وتاخد الدوران من اول الموضة اللي هنا اللي هي الدائرة المفتوحة اللي هي عملناها في الاولى، وهتبدأ تاخد دائرة عكسية وهتوقف على الخيط الاولاني اللي هيدي لك طبعا اللي انت دربه. بعد ما خدنا الدائرة المقفولة هتبدأ بعد كده هتاخد العلام اللي بعديه اللي هو مضروب برضو اللي احنا دربناهم في الاول، وهتاخد دائرة مفتوحة العكس، يعني دي خدنا دائرة مقفولة ودي كان الاولى دايره مفتوحه، بعد كده تمشي العكس الدور ده دايره مفتوحه عشان تبين معانا المود كده. تثبت البرجل بتاعك على العلامه اللي انت داربه هنا بالطول وتبدا لازم الدوران ياخد من الدوران اللي قبليه وتبدا تلف الدايره تاني المفتوحه. بعد كده هنرجع تاني للخط النص، طبعا احنا خدنا عليه هنا دايره مفتوحه، هناخد دلوقتي دايره مقفوله. هتيجي بعد كده العلام المباشر على طول بعديها على طول هترجع لورا بالبرجل على العلام لحد ما البرجل بتاعك يسلم الدوران اللي هو اتعمل قبليه، بعد كده تبدا تلف الدوران بتاعك. بعد كده هتاخد الدايره اللي ايه المفتوحه اللي هي الاخيره. يبقى احنا خلصنا الجنب الكبير، هنعمل جنب الاقصاد الناحيه الثانيه بنفس الخطوات بالظبط. طبعا زي ما شفنا الجنب وعملنا المودة هنعملها طبعا في الجنب الكبير ده ونراجعها مع بعض عشان لو احنا نسينا حاجة مثلا هنذكرك بيها. هتيجي طبعا نفس التفاصيل هي اللي احنا عملناها، هتحط البرجل بتاعك وتبقى عارف اماكنهم وتبدأ تلف الدوران الاول المفتوح. لفيت الدوران المفتوح لازم تاخد دايرة عكسية اللي هي الموجة. طبعا الطريقه دي سهله خالص وبسيطه في نفس الوقت. طبعا انت لو عندك طرقه ممكن او مساحه صغيره في العرض مش هتقدر تجيب البراجل دي عشان الحيطه، هتعمل طبعا التربع التربيع اللي انت هتشتغل عليها، لو سواء طرقه هتاخد التربيع بتاعتها او المسافات اللي قدامك هتاخدها تحت على الارض طبعا على اللوح وتبدا تضرب علامات وكانك هتشتغل على سقف كبير عشان تقدر تبيد دوران الداخلي والخارجي، وبعد كده ترفعهم متشطبين وتعلم وترد منهم الاناره المخفيه وتبدا تشتغل وتشطب باقي الديكور عادي. طبعا كده احنا خلصنا الجنبين الكبار زي ما عملناهم هما الاثنين نفس المقاسات وطلعوا معانا كده الموضه موحده والشكل هيبقى موحد. هنعمل برضو الجنبين الصغيرين بس بمقاسات مختلفه اللي احنا ضربناها، طبعا صغرنا في المقاس هنا عشان الدوران، طبعا علشان دوران الموضه يبدا يظهر معانا في الجنبين الصغيرين، لان عندنا الجنبين الكبار احنا طبعا عاملين فيهم اثنين موضه، فاحنا لو دينا بصينا للجنب الصغير تلاقي العرض صغير، فهو كان ممكن يتعمل فيه موضة واحدة بس مش هيبقى شكلها مش لطيف، فاحنا حبينا نعمل اتنين موضة عشان يبقى ياخد نفس الشكل الجمالي اللي خدناه في الجنبين الكبار. طبعا بدأنا احنا قللنا في المسافات وغيرنا البردل بتاعنا وصغرنا فيه عشان يدينا دوران بارز شوية عشان نقدر نشيل اتنين موضة في الجنب. طبعا الاول لفينا اليمين والشمال، وبعد كده طبعا البرجل في النص اللي هو على خط الطول حطينا بلاطة على الورداية وعلى بيت النور اللي احنا عاملينه، وبدأنا نلف البرجل بتاع السنتر نفس الفكرة اللي احنا عاملينها الناحية التانية في الجنبين، هي الفكرة اللي احنا عملناها. دينا هنا طبعا الزاوية حبينا نسلم الزاويتين على بعض، لازم تبقى الزاوية دوران طبعا عشان يبقى شكلها كويس، ما ينفعش تبقى مثلث الزاوية لازم تبقى دوران، فاحنا عملنا طبعا الزاوية دوران زي ما انتم شايفين وبدأ يظهر معانا الشكل طبعا الجمالي ده. طبعا كل مساحة تختلف طبعا في المقاسات، انت طبعا انا نسقت ال 35 دي بناء على الشكل اللي انا عايزه وعلى اللي هيطلع سيمبل معايا ويديني منظر جمالي في الاخر. انت ممكن تشكل طبعا في المقاسات تغير تزود تنقص، لكن فكرة الديكور والتقسيم هتشتغل بنفس الطريقة دي، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة وان شاء الله تبقى عملية معاكم، وان شاء الله اوعدكم انزلكم فيديو كامل بالتفاصيل شرح المودة كامل يكون افضل من كده. كده طبعا بعد مرحلة المعدوم ما خلصت ده اعطانا المنظر الفينيش اللي هو في الاخر ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الفكرة هي انت لو بصيت في الارضية بتاعت السقف اللي احنا رسمينها تلاقي السقف كله مربعات، يعني الفكرة من المربعات دي ان انت بتحط كل مودة بتحسب كل مودة تحطها بين ثلاث خطوط، الخط اللي في النص هو اللي هتلف عليه الدوران والخطين التانيين يمين وشمال هم اللي توقف عليهم الدوران بتاعك ايا كان سواء بارز داخلي او خارجي. فده طبعا المنظر النهائي ان شاء الله اوعدكم انزلكم فيديو يكون
بالتفاصيل كاملة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.